بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فاللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك، سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد على نعم الإسلام والإيمان والإحسان، اللهم لك الحمد على نعم الإيجاد والإمداد والإرشاد، خلقتنا من عدم وأغدقت علينا بالخيرات والبركات والنعم، رب أنعمت فزد. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل مجلسنا هذا مجلس رحمة وذكر. اللهم اذكرنا الآن في عليين كما نذكرك الآن في أرضك ونسبحك ونحمدك ونشكرك، واذكرنا مع ملائكتك يا رب العالمين، مع خدام الرحمن وحملة عرشك وجبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل. اللهم اذكرنا عند الملائكة الكرام، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم أسكننا فراديس جناتك العلية، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، وارزقنا الصحة والعافية، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه، ووحد كلمتنا وأعل راياتنا وارسل شريعتنا وأيدنا بالقرآن والسنة وبالحق في الدنيا والآخرة، واهد أبناءنا وبناتنا وأصلح جميع أمورنا لعلها ساعة الإجابة يا نعم المولى يا نعم النصير. اللهم آمين، وصل اللهم على البشير النذير سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ديننا العظيم هو أعظم دين في هذا الوجود، بل هو دين الفطرة، هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ودين السنة ودين الفطرة، يولد الولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب، لم يقل يجعلانه مسلما، لأنه ولد مسلم بالفطرة. لو تركناه لقال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما في الكون ينطق بالتوحيد. هذا الدين دين عظيم، دين الكون. كل ما في الكون يسبح بحمد الله، سبح لله ما في السماوات والأرض. ولكن نحن لا نفقه كيف يسبحون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الطير يسبح بحمد الله، الحوت في الماء يسبح بحمد الله، الشجر والحجر يسبح بحمد الله. ألم يسبح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة تسبيحه؟ الصحابة الكرام سمعوا الحصى يسبح في كف الحبيب صلوا على الحبيب. أيها الإخوة، الوجود وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق. كان الله وحده في هذا الكون ولم يكن شيئا معه، وحده ربي هو الأول والآخر، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. الأول، لا تسأل
فخلقه سبحانه بإرادته الحرة الطليقة. الوجود وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق، كل ما عدا الخالق فهو مخلوق، فهو عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في قمة سلم العبودية كلنا عبيد لله. نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاق درجة الملائكة الكرام ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة عند السدرة المنتهى. قال يا رسول الله جبريل روح القدس تقدم بوحدك يا رسول الله، وهو رفيقه في الرحلة، في رحلة أرضية من مكة إلى القدس ومن القدس إلى السماء. بعد هاتين الرحلتين العجيبتين، رحلة أرضية ورحلة سماوية، رفيقي في الرحلة والنسبة تتركني في هذا المكان؟ قال لكل مقام معلوم. يا رسول الله أنا إن تقدمت احترقت. سيدنا جبريل قال أنا إن تقدمت احترقت، وأما أنت يا حبيب الله إن تقدمت جزت واخترقت. اللهم صل على سيدنا. فعلمنا من هنا أن رسول الله مرتبته أعلى من مرتبة جبريل رئيس الملائكة. صلوا عليه يا أحباب، صلوا على صاحب اللواء المعقول والحوض المورود والظل الممدود والموقف المشهود، صاحب الشفاعة العامة والخاصة، صاحب الوجه الأنور والأزهر. اللهم صل عليه وسلم تسليما، صلاة دائمة بدوامك يا رب العالمين، صلاة ترضيك وترضيه يا أرحم الراحمين. هذا الحبيب ولدت مبرأ من كل عين، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على أيدي الحمائم، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. محمد صلى الله عليه وسلم، ريثما يحتسي فنجان من القهوة. احنا نقولون الرسول ما يقعدش في القهوة، ما يلعبش الكهوة،
ما يليش بنه بالدخان والشيشة، ما يضيعش وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما حل مشاكل الدنيا في جرعة ماء. علم نافع، حقق العلم نافع الشافع، علوم الشريعة وعلوم الحياة، ورزقا واسعا يخدم على روحه. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويكسب، وشفاء لكل داء ربي يرزقنا إن شاء الله الشفاء. إخواني الكرام، هذا روح الإسلام. إسلامنا كله خير في الدين والدنيا والآخرة. لو طلبت مني أن ألخص لك الإسلام في ومضات ورقية، أركانه معلومة من حديث سيدنا عمر بن الخطاب، الحديث الصحيح الذي رواه معلوم: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فخذيه هو مش فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن قواعد الاسلام. ساله فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. قال: صدقت. قالوا الصحابة: عجبنا له، هو تلميذ جاي يسأل، يقول الأستاذ صدقت، يسأله ويصدقه أمر غريب. إذا هذا تلميذ ما هوش تلميذ عادي، هذا أستاذ، هذا روح القدس سيدنا جبريل، هو معلم الرسول. قالوا: سيدنا محمد أمي صحيح، لكن الأمية في حقه شرف له. الأمية ليست مذمة ولا مقدحة ولا مشرحة في حقه، في حقنا نحن الأمية هي منقصة، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم الأمية هي مكرمة، لأن أميته جعلت رب العالمين هو الذي علمه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وسيدنا جبريل اللي علمه. قال واحد مرة في فضائية طلع علينا مدة، قال: أنا نمش القرآن وما نمش بالسنة. القرآن السنة لا جد، ما لهمش إجابة في القرآن اللي تم به. ربي يقول في سورة النجم وقال: يا رب القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، يقصد النجم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ما شو إن هو إلا وحي يوحى، من كلام النبي وحي. ولذلك ما دام كتمت بالقرآن ربي قال لك زادك كلام الرسول وحي، إلا أنه ما تعبدوش بتلاوته، تعبدوا بالقرآن. إذا ما يقوله الرسول فهو وحي، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيارة من أمره. شو قولوا إذا كان قال ربي قال الرسول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا فعلا، هذا واجبنا نحن، كلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في آية أخرى ربي تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيارة من أمرهم. في آية أخرى يقول: نعم، لا لا، ثم آية أخرى تتحدث عن قدسية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ورد الله يقسم. هنا قسم، انتبهوا اخواني، صلوا على حبيب الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى اكتشفوا اليوم المؤمنين حقيقه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. حتى الحكم يسمك تتحرج في داخلك، تقبلوا وتستسيغوا ويسلموا تسليما. ما اعرفوا هذا التسليم، يعني تسلم تسليم لحكم الله. هذا كيف نتعامل مع حديث رسول الله ومع سنة رسول الله؟ لما نقول سنة رسول الله يعني سنة قولية وسنة عملية وسنة تقريرية، إما يقول الرسول اتبعوه نسمعوه، وإلا يعني نحاول نطبقوا ما أمر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا بعض الصحابة يعني عمل فيقره أو لا يقره. والأصل في الأشياء الإباحية، وما كان دون الإباحة فهو إما أن يكون حرام أو مكروه بنص ودليل شرعي، وإما أن يكون واجب وسنة بدليل شرعي. أما غير هذا فالأصل في الأشياء الإباحة، وليس الأصل في الأشياء التحريم. ومساحة المباح مساحة واسعة تسمى العفو، مساحة العفو والحلال. هذا في فقهنا. أنا أنصح شبابنا
أن يقرأ الأصول والفقه، أصول الفقه وعلم المقاصد. شريعتنا تقوم على المقاصد، نحن أمة تمتاز بهذا العلم، ما فماش شيء نعملوه بدون مقاصد. عليه نصلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا نصوم؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتحصل لنا التقوى. صوموا تصحوا، والصحة والعافية. لما تكثر من الصيام يا يوسف؟ حتى لا أشبع فأنسى الجائع، مقصد شرعي. لماذا نزكي؟ تزكيهم وتطهرهم بها. لماذا نحج؟ ليشهد منافع لهم. لماذا نغض بصرنا؟ بصرنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ ذلك أزكى لهم، أزكى. هاي الحكمة، إن الله خبير بما يعملون، بما يصنعون. إذا هناك حكمة، مقاصد شرعية، ثم لابد أن نتعلم هذه المقاصد وهذه الأحكام. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات. لكن مضبوطة بقاعدة أخرى، تقدر الضرورة بقدرها. لابد أن نعود إلى الأحكام. هناك فقه العبادات، هناك فقه المعاملات، هناك فقه الموازنات، هناك فقه الأولويات، هناك فقه الأقليات. لابد أن يساير هذا الفقه الواقع، يستظل ويستنير بنور الشريعة، وينزل الأحكام على الواقع المعاش، حتى لا نشق على الناس. هناك قواعد أخذناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مثل القرآن العملي، القرآن المتحرك في مسرح الحياة، القرآن المصدور والمحفوظ بالصدور هو كلام الله المتعبد بتلاوته من الفاتحة إلى الناس بين دفتي المصحف. وأما ما في الكون ما نراه من آيات فهو آيات أيضا، ليست آيات مكتوبة، إنما هي آيات منظورة ومرئية. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. من الذرة إلى المجرة كلها آيات تدلك على أن الله واحد. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجميع الساجد. اسجد لربك تعتز، من يسجد لربك يزده عزة وفخرا. كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزة أن أكون لك عبدا. ربي زدي عزنا بالإيمان وبالسجود له، ورب يزيد فهمنا ويعلمنا، اللهم فقهنا في ديننا وسهلنا في دنيانا، واجعل الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا، اللهم امين يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، اذا اعود الى الجواب على اركان الاسلام. هذه شهادتان عزم الله بالاسلام. سيدنا عمر لما دخل القدس يمشي على قدميه والخادم يركب، وساعات الدابه ترتاح ثلاث مرات. جاء ابو عبيده كسوه، مش نتكلموا عن عز الاسلام، قالوا البسها علاش الرقاع 17 رقعه، شكون هو الامير اليوم اللي 17؟ سيدنا عمر مش مجرد امير ولا رئيس ولا والي، سيدنا عمر امير المؤمنين يحكم 60 دوله اسلاميه لا تغيب عنها الشمس. ومع ذلك اسمعوا الى الكلمه التي قالها لابي عبيده امير الامه: يا ابا عبيده، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. قالوا: لو قالها غيره لأدبته. كانت عنده درة سيدنا عمر، عصا قصيرة بليغة، يحب واحد يقلبه قلبه بالدرة. مرة لقى واحد يصلي العشرة بتاع الصباح، قالوا: من يعولك؟ قال: أخي. فعلاه بالدرة، قال: أخوك أفضل منك. فايق سيدنا عمر الناس اللي دايخين ضاغطين. قالوا: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. قالوا: لو قالها غيرك لأدبته. نحن قوم أعزنا الله بماذا؟ بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة أذلنا الله. وانا جربنا الأوراق اليسارية واليمينية والاشتراكية والبعثية والرأسمالية
وجربنا جميع الألوان والأصناف في الأخير فشلنا وما زلنا ما جربناش ورقة لا إله إلا الله كما ينبغي توا الحمد لله عليه بدينا نرفعوا فيها وبدينا نطبقوا فيها إن شاء الله نجربوها وما نربحوا كان بها هذه سفينة النجاة اللي يركب فيها النجوم سفينة الأنبياء ربانها محمد صلى الله عليه وسلم ولا نجاة لنا في غير سفينة محمد كل منادي ينادي بنداء غير نداء لا إله إلا الله محمد رسول الله فمآله من الخسار والبوار ولن ننجو أمام الله إلا بهذه الشهادة لا أقول شهادة الدكتوراه ولا التبريز نعم هي شهادات علمية نريدها في كل اختصاصات لكن هذه شهادة تدخلك إلى الجنة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله واعبد الله في كل محراب في محراب الصلاة وفي محراب الإيمان وفي خلوتك وجلوتك أسجد وقم من فراشك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر نقوم نصلي نحن الله في محراب الصناعة في محراب العلم في محراب التقنية في محراب التقدم والتطور مع الثبات على المبادئ إياكم والتنازل عن مبادئ الإسلام مبادئنا نعض عليها بالنواجذ مبادئنا تشعل رؤوسنا هي قيمنا أما الحياة والمعاش نطوره بحسب الوسائل حسب التقنيات المستجدة لابد أن نطلب الله كما طلب رسول الله اللهم آتنا علما نافعا ثم تبادئ يعني بعد الشهادتين وتحقيق مفهوم العبودية الكامل لله تبارك وتعالى لا بد من إقامة الصلاة وليس مجرد صلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة انظر ربي ماذا يقولون يمدح هؤلاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة سنوان مقترنان الصلاة شقيقة الزكاة الصلاة علاقة بينك وبين ربك مد يدك إلى حبل الله المتين وعروة الله الوثقى وأما الزكاة علاقة بينك وبين أخيك المؤمن لابد أن تكون هناك علاقات اجتماعية وأفقية وإلا فلا معنى للإيمان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اعتبر من لا يتبع الزكاة اعتبره مرتد إضافة للطائفة من المرتدين بالكلية جملة وتفصيلا هناك من ارتد بالجملة وهناك من ارتد بالتفصيل قال أصوم وأصلي وأحج لكني لا أدفع الزكاة قال سيدنا عمر والله أقسم لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأن الزكاة هي الفريضة التي تنهي الفقر من العالم لا يمكن أن ينتهي الفقر إلا إذا أدينا حق الفقير وحق ماهيش مزية ليست منا قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم مصارف الزكاة ثمانية آخرها في سبيل الله ارجعوا للتفاسير في سبيل الله يدخل فيها طلبة العلم والدعوة إلى الله تعالى لابد من الإنفاق على طلبة العلم الطلبة اللي يجيو من بلاد بعيدة يريدون الطلبة طلب العلوم الشرعية والحياتية وعلوم الطبيعة وعلوم الشرع لابد أن نساعدهم نوفر لهم المأوى نوفر لهم الغذاء نوفر لهم الوطان نوفر لهم الدواء نوفر لهم المال نوفر لهم النساء كل ما يحتاجونه لابد أن يوفر لهم اسم أرباب المال إخواننا الميسورين حال يعني يتبناهم أبناء طلبة العلم وهذا موجود من قديم كانوا يعني حتى قبل الزويل في الوقت القديم يباتوا فيها طلبة العلم يكونوا فيها مع الزيتونة والفروع بتاعهم ويطلبوا العلم من أهل الخير يجيبوا لهم الطعام حتى ياخذوا الشهادة الأهلية والعالمية وهكذا ينبغوا في العلوم وتونس خرج العلماء يا إخواني على فكرة بلاد لازمنا نفتخروا أنه ننتمي لهذا البلد الكريم هذا البلد هو بلد الزيتونة الزيتونة العامرة المعمورة علماء إلى أدغال أفريقيا إلى أوروبا إلى آسيا كثير
الزيتونة انتشروا في الآفاق في الأندلس في المشرق. جامعة الأزهر أيها الإخوة، لا يمكن في جامعة الأزهر أن يقبل شيخا الأزهر غير مصري، ولم يقع استثناء إلا مرة في التاريخ، فردة في التاريخ مرة واحدة. الاستثناء هذا كان شيخ الأزهر الزيتوني تونسي محمد الخضر حسين، فرض وجوده بعلمه، والآن العلامة الشيخ طاهر بن عاشور يكتشفونه من جديد. هذا كنز كان مغمور ما يعرفوش. اليوم في العلماء في المشرق، في لبنان، في سوريا، في العراق، في مصر، في الحجاز، في يعني دول الخليج اكتشفوا فيه، في المغرب، في الجزائر من جديد أطروحات الكتب بتاعه، التحرير والتنوير، وأليس سبه بقليل. يعني كثير من كتب الشيخ قاعدة الآن تكتشف وتقام حولها دراسات، يعني معمقة، دراسات دكتوراه وتبريز وغيرها، لنعلم أنه لنا علماء وخلفونا مشايخنا. احنا قرينا على الطبقة الأخيرة أدركناهم والحمد لله، لما كنا في قرب جامعة الزيتونة حوالين يعني مشايخنا الشيخ حسن الخياري الله يرحمه وينعمه، الشيخ حسن الورغي، الشيخ الخطوي، الشيخ الدلاعي، الشيخ محمد الأخوة، الشيخ محمد صالح الضيفة، الشيخ عمرو العداسي، الشيخ الفاضل العبدلي، يعني هؤلاء المشايخ الأبذاذ الفطاحل الجهابذة وغيرهم كثير. كان قاعد مش تسمي نقعد الصبح ونكمل، والحمد لله ما كناش نضيع نهار ما بين المغرب والعشاء، والحضور كان كثير، نصلي على ظهور بعضنا. كثافة عجيبة كانت في الستينات والسبعينات. احنا نستغرب اليوم لماذا بعض المساجد تخلوا عن المساجد. اقبل كان ما كانش شيخ يجيب الكاميرات بتاعه، رواد طلبة العلم يجيبوا المسجلات، ولا شيخ يجيب احتياط الكاميرات بتاعه لعل وعسى. لكن الحمد لله بدينا نرجع اليوم، وهذا درس يعني الحضور وتسبب ما شاء الله يعني خير من عدة مواقع أخرى اللي فيها أقلية في الحضور. فربي يبارك جهودكم إن شاء الله وحضوركم، وربي إن شاء الله يتقبل منا ويجعلنا من المخلصين. والاكرام نعود، اللهم صل على حبيب الله. قل الصلاة والزكاة، الصلاة معلم ابنائنا الصلاة، نقوم في الصبح في العشاء نحرص على تعليمه بالصلاة. الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لردت من صالحة العادات، أصحابها هم القائمون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون، عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق، هي خير ما يتقرب به العبد من الخالق، مناجاة الراس. انظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع، وكيف ساوت العلية بالسمع، مست الأرض الجباه، فالناس أكفاء وأشباه. لم يرفع المتقدم تقدمه ولم يضع المتأخر تأخره، خر الجمع للمناخر، الصف الأول كالآخر، الكل سواء أمام الله رب العالمين. هذا في الصلاة. رب يفتخر بنا، هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، إن صلح صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. نذكر بها، نعم خيرات بدعوة الصلاة، شو المشكلة؟ نرفع شعار الصلاة عباد الدين، تذكر صلاتك قبل مماتك، تذكر خيرا. الجار يأتي يوم القيامة آكل بتلاميذ جار عمره، يقول لماذا لم تنصحني؟ سلم علي كل يوم حتى فرغت في جماعة الجامعة، ترى فيا ماشي القهوة كل يوم وتجي الجامعة وما تناديليش، ادعي لي بيت ربي. ذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. احنا مؤمنين، ذكر بعضنا. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، آية ولو آية. ذو منها العلماء لطيفة، قالوا: بلغوا تكليف، عني تشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو آية تخفيف. أحفظ آية علمها الغير. اسمعك، الحجاب واجب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرة الحرة وجهها وكفيها، امشي بنت خالتك وبنت عمتك وجارتك وبنتك اللي ما يلبس حجاب العادي. ذكر كل شيء. قال راه ربي قال في الآية 31: فما آية على الحجاب، رايزة تشوف المسجد. 31: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن لا من نافية، بيننا ما تعرف عربية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الرسول فسرها ما ظهر منها، وجهها وكفيها، وليضربن، هذه لا من أمر من النسوة. إيش معناها ليضرب؟ مش يضرب تحت تريحة الرجل، لا، وليضربن بخمورهن على جنوبهن، تغطي راسها، تغطي راسها، تغطي راسها، معناها لابد تلف بكذا،
دقيقة لا يا سيدي أنت ناخد مع القرآن يجب نغطيه الكل مش ديكورتيف ما تعرف كوني جروب سر ديكورتيف وتعرف واللي يضربنا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا مشكور إلا يبو أولادهن زوجي هذا كان متفقين والبقية بتاع أفراد العائلة ترى الأصناف اللي ذكرهم ربي في الآية وفي الآخر الآية 31 ستحفظ الغناء الأخرى وما تحفظش هذه يعني الآية هذه جنتك ونارك علم النساء في سورة النور سورة الأحزاب سورة النساء خير اللي شاد المسلسل المكسيكي بتاع 1400 حلقة الولد ياخذ بكالوريا والمسلسل ما يوفاش يسلسلوا فيهم ما يقراوش السنة والحديث والقرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الموسيقى تتغير حسب العصر كان بكري الفلخان توا ما عادش رنة الفلخان توا بالدرام والمرأة كيف تعمل الموسيقى مش الراجل يتلف تعمل الريحة مش يتلف لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا نقول كل قال لا تحب ان تخرج المرأة وهي متعطرة والا فهي كذا وكذا قال لنا حديث سنفان من اهل النار لم ارهما بعد قوم يضربون الناس بسياط كاذناب البقر ما نشوفوا فيهم وعشنا مش نشوفوا فيه بل وما نسنا ما نصار علينا ما صار الحمد لله رب العالمين اللي نجانا ثم اي شنو الاخر ونساء كاسيات عاريات كاسيات عاريات في الظاهر كاسيات في الحقيقه عاليه مائلات مميلات قالوا شراح الحديث مائلة عن الحق تميل قلب الرجال عن الحق مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة كما حبة الجبل كما الترطلة بتاع الدنيا اللي فوق راسها هكا دخل راسها واحدة في الشوش الشعر والشكون الزين لغير زوجها زوجها الثوم والبصل أما كي تجي خارج البر على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن